نانديني مظبوط انا كذبت، بس قولي لي شو كان ممكن اعمل؟ قولي لي كان في حل تاني؟ ها جاوبيني على هالسؤال نانديني. انتي ما كنتي عم ترضي تحاكيني ولا حتى ترجعي لي، شو كان عندي حل غير الكذب؟ اه ليكي طلعي، هذا البيت كتير بشع بدونك. اشتقت لك كتير يا نانديني، انا عن جد بحبك كتير. اوعك تعيد هاي الكلمة، لانه الحب صادق ونقي، وانت لما تقول هاي الكلمة بتشوه جمالها. ما بدي اسمعك عم بتقولها. راجدي بالحب مو هيك بيكون، الحب بيحررنا من كل صفاتنا السيئة، مشان الناس يلي نحنا منحبهم. هالمشاعر بتخليك تصير حدا كتير منيح، وبتحب الناس، وبتتمنى الخير للكل، وبتصير حساس. الحب بيعني احترام واهتمام، وانه تخلي الطرف الثاني يعرف قديش هو مميز وشو مكانته عندك، وتحميه من كل شيء. وتصرفاتك معي ابعد ما يكون عن الحب. الحب بيكون شعور واضح، الكل بيلاحظه، واللي عم بحكي عنه شفته بعلاقة كونال ومولي. إنك تحب حدا عن جد يعني لازم تخاف عليه، واللي بتعمله معي أبعد ما يمكن عن الحب. أيوة ست الدكتورة، معلمت هذا الحكي وهي المحاضرات عن الحب. ما عجبتني القصة، المدام متدربة على التفكير وتشغيل المخ، من بعد ما كانت مثل النسوان لاحقة عاطفتها. لما تركت بيت أهلي أمي عطتني كم قطعة ذهب وعلمتني كيف عامل زوجي، ووقتها قالت لي إنه هذا الذهب رح يكون أمان لإلك، بس الأهم منه إني ضل مطيع على شريك حياتي وساعده بكل شي لحتى نبني بيتنا. وقالت لي كمان علاقتنا أهم شيء، وإذا ما قدرنا مع بعض بالمحبة نبني بيتنا، ما في أي شيء رح يكون له طعم، ورح نخسر سعادتنا. ولحافظ على وعدي ضليت الزوجة الوفية، بسمع كلام زوجي وما بفرط فيه ولا بلومه على أي شيء. وسامحتك على أغلاطك وإهاناتك، وضليت ساكتة لما كنت أذيك، وكنت أقول لحالي معلش هذا نصيبي. كنت تسبني وتهين عائلتي وأنا ساكتة، ما كنت جاوبك، بس أنت ما اكتفيت بكل هالشي وضليت عم تأذيني وخليتني أخسر ابني قدامي. ضربتني وأنا حامل ورحت. راح تشوفي شو عاقبة الكذب على راجديب. وأنا مولي هلأ بعد يلي صار بيومه، مو بس ابني يلي مات، ماتت معه نانديني الغبية. من هداك اليوم صرت افهم وشوف الحقيقة. شفتك بعيني كيف تعاملت معي، وما همك شو ممكن يصير فيني من بعدك. ووقتها قتلت فيني كتير شغلات، نانديني بترجاك اعطيني فرصة، وبوعدك تكون آخر مرة، خليني صلح كل شيء. الله يوفقك. رح أعطي فرصة عن جد، بس مو لألك، رح تكون إلي. أنا عشت معك هون 7 سنين، أخذت كل الفرص اللي بتستحق. وقتك خلص.
مرتك الغالية، من قلبها مسامحتك. الو كونان، نانديني رجعت على البيت هلا. انا جاي. أنا حاولت أعطيه فرصة أخيرة، بس هلأ تأكدت أنه مو ناوي خير تجاهي وأنه كذبة وألاعيبه ما رح يخلص. خلصنا يا بنتي، هيك واحد لازم تنسيها. منيح اللي رجعتي لهون لعادة تفكري فيه وتجيبي سيرته. اللي بيخسر إنساني مثلك بعد ما عطته فرصة بيكون رجال منيح، ها؟ بس مثل ما بيقولوا درب الكلب بضل أعوج وما بينعدل لو حطوه بالقالب. أنت رجعتي لعنا وهذا المهم، والأهم أنت رجعتي لنا بخير وسلامي. خالتي أنا آسفة أني تركت البيت ورحت بدون ما أخبرك. ما في داعي تعتذري، انبسطت لأنك رجعتي بالسلامة وقلبي اطمن عليك. نورتي البيت حبيبتي. يلا خلينا نحضر للاحتفال. حاضر. مولي سامحيني، بعرف إني جرحتك كتير، أنا آسفة. بسامحك على أي شي يا مجنونة. أنت عملتي شي كتير كبير اليوم وأخيراً تحررتي من راجديب، وأنا كتير مبسوطة فوق ما تتخيلي. كل هاد صار بفضلك، أنت اللي عملتي كل هالشي. أنا عن جد محظوظة كتير لأنك أنت رفيقتي. أنا اللي محظوظة.
شايف كونال؟ نانديني رجعت لنا. ايه مولي، انت كان معك حق، هي رجعت بعد ما عطته فرصة، وهلأ فهمت انه راجديب شخص سيء. كل ما زادت النار وشعلت أكتر وأكتر، كل ما كان أحسن، كل ما قويت بيزيد الحب بيناتكم. الشغلات يلي ما جابت لي غير الظلم والقهر والقسوة، اليوم رح أمحيها من حياتي على الآخر. أبانا الذي في السماوات أشعلها، بارك بهذه الشعلة كل من قلوبهم مليئة بالمحبة والوفاء، وألف بين قلوبهم حتى الممات أشعلها. ارموا. كونال، مسيك ابني، هاي الصبغة الحمراء لازم تحطها على جبين مولي. هي الصبغة بتخلي الزواج قوي ومتماسك، وكمان بيقولوا إنه فيها طاقة كتير كبيرة، وهالطاقة بتخلي المحبة تزيد بين الأزواج، والزوج والزوجة اللي بيستخدموه بمثل هاد اليوم بيتباركوا كل عمرهم، وبيروح كل شي بشع من طريقهم. والبنت يلي بيحط لها زوجها من هي الصبغة بهذا اليوم من السنة بتكون كتير محظوظة فيه.
لو سمحتي مولي، ماني متذكرة ولا نكتة. بلا غلاظة هلا، أيام الجامعة كنتي تحكي لنا نكت كتير، يلا سمعينا. تذكرت كونال، هاي البنت إذا بلشت تحكي نكت مستحيل نقدر نسكتها. روحي، بطلت أحكي. طيب طيب خلص بعتذر، أنا آسف، احكي لنا. طيب، قال في واحد صيني طلع على القمر، شو صار؟ مولي أنتي لازم تحذريها. ناس من الصين واحد. طيب اسمعي، في ياباني طلع على القمر، شو صار؟ شو صار؟ حذروا. شو؟ بسيطة كتير، طلع لقى الصيني هنيك. ليكي ناندو، ليكي مين اجا؟ طلعي وراكي. ما عم صدق، شو جابوا هذا لهون؟ هذا الحظ يا نانديني، هو اللي خلاه يجي لهون نلتقي فيه. شو هالحكي؟ شو القصة؟ كونال، شايف شايف هداك الشاب اللي لابس جاكيت مبيتي؟ هاد اسمه مناس. هذا الشاب كان معنا بالمدرسة وكان مغروم بناندينيا على الآخر، وطول الوقت عم يتغزل فيها. ما كان في شي من بلا هاد. ومو بس هيك، وراح سجل بصفوف الطبخ كرمال يضل مع ناندينيا ويشوفها. عن جد؟ لا كونال، لا تصدقها. هو كانت عيلته تشتغل بالفنادق، ولهيك كان يجي يحضر معي صفوف الطبخ، يعني مو كرمالي. آه. خلصنا ناندينيا، ما في داعي تعملي حالك بريئة هلأ. تعرف يا كونال، كانت كل المدرسة تعرف إنه بيحبها، وكان الكل مسمينه حبيب ناندو. يا حرام، كان يضل لاحقها من محل لمحل مثل البيبي الصغير اللي بيلحق أمه وين ما راحت. ما كان في هيك شي يا غليظة. خلصنا مولي. إيه بس هذا الحكي صار ماضي وهلأ كل شي تغير. ناندو، إذا لساته أعزب لهلأ فهالشي بيعني إنه القدر هو اللي عم يجمعكم. شو هالحكي الفاضي؟ عن جد شو هالحكي الفاضي؟ شلون يعني حكي فاضي؟ طيب أنا رايحة أحكي معه. لك أنت يا مجنونة مولي، شو صار لك؟ شو بدنا نحكي معه بعد كل هالسنين؟ هو كان رفيقنا من زمان، أكيد رح يكون مرحبا صبايا. ماناس؟ هاد أنتي؟ واو، شو هالصدفة الحلوة هي؟ شو أخبارك؟ تمام، كتير منيح. شو جابك لهون؟ الحقيقة كان عندي موعد هون، بس شكل الصبية غيرت رأيها. بس أنا مبسوط إنه هيك صار. مرحبا نانديني. أهلين مناس. معناتها أنت لساتك أعزب؟ طبعا. اللي كان بدي إياها ما حصلت عليها. فشلت قصة حبي، لهيك لساتني ضايع. حلو. ما عرفتك، هاد زوجي كونال مال هوترا. كونال مناس. مرحبا. مرحبا كونال. يغزي العين، شو هالعزم؟ إذا كنت قاعد لحالك شو رأيك تجي تقعد معنا؟ بكافي مولي، ما في داعي تحرجيه، أكيد عنده خطط تانية. إيه؟ بس أنا ماني عم بحرجه، صار لنا زمان ما التقينا وهو كان رفيقنا بالمدرسة. إيه مولي حبيبتي، حاولي تفهمي، يعني الشاب يمكن يكون مشغول. صراحة يا شباب، أنا ما عندي شيء أبداً وفاضي بهالوقت، وبكل الأحوال حابب كمل السهرة معكم، لأنه هيك سهرات وجمعات ما بتتكرر. تمام. تعال تفضل، تعال تعال اقعد هون وانا رح اقعد هنيك. بسيطه مولي، لا تاكلي هم، انا رح اقعد هون مو لا مشكلة. معلش اقعد، خليني اقعد جنب زوجي. يلا الازواج بيقعدوا جنب بعض. طيب ماشي مثل ما بدك. تفضل. ما في شي، بس الأكل حد. اتركه لا تاكل، مساك اطلب شي تاني. مناس، ما بدك تطلب شي؟ أكيد، شكرا.
فيك تساعديني؟ شو بتقترحي اطلب وجبة؟ هو بصراحة أنا أول مرة بيجي لهون، ما بقدر فيدك. طمنيني عنك نانديني، على فكرة أنت ما تغيرتي من أيام الدراسة، بعدك بنوتة صغيرة. مناس، أنت شو بتشتغل؟ أنا وكونال منشتغل دكاترة. واو، كتير حلو. الحقيقة أنا كاتب أفلام سينما، مثل ما بتعرفوا حياتي كلها دراما، فشو رح أطلع؟ كاتب أفلام؟ واو، اللي أنت شو كتبت أفلام؟ أكيد أكيد شفنا شي من كتاباتك. ما كتبت كتير، بس شي كان فيلم رومانسي نعرض منه اثنين لحد هلأ، وفي واحد ما نعرض. كتير حلو هالشي. تعرف أنا ونانديني منحب الأفلام الرومانسية كتير عن جد. خبرني شو أسماء أفلامك؟ الأول الحب المستحيل، والثاني لا للحب. مو معقول كونال، هدول الفيلمين أفلامنا المفضلين؟ عن جد؟ بصراحة ماني متذكرون منيح. لك أنت شو عم تحكي كونال، معقول ما بتتذكر؟ الفيلمين كتير ناجحين والكل بيعرفون، شو نسيت إنه أنا وأنت تفرجنا عليهم سوا ورا بعض؟ حبيناهم كتير. بعدين ما بتتذكر البطل تبع لا للحب شو كان يقول؟ خلص ذكرني؟ خلص عادي، ما في داعي تجبريه يتذكر. قصتهم كانت كتير حزينة، بقى مو مشكلة. طيب ماشي مناس، أنت بس قلي ليش دائما بكل أفلامك البطل ما بيقدر يوصل للبطلة؟ يمكن لأنه أنا ما في عندي بطلة بحياتي لهلأ. هالشي بيعني إنه أنت لازم تكمل قصة الحب اللي ما اكتملت بحياتك بالأول، وإلا رح تضل تكتب لنا هيك قصص حزينة. نحنا لازم نعمل شي لحتى نساعدك، مو هيك نانديني؟ ليش أنتو شو بتقدروا تعملوا؟ كونال أنا قصدي بما أنه نحنا رفقات من أيام الدراسة، فنحنا لازم نساعده بأي طريقة، وإلا رح يضل يكتب بنفس الطريقة والنوعية وبصير كاتب فاشل كمان. لا لا مستحيل، كيف بده يصير فاشل وهو كاتب موهوب؟ كتب فيلمين بجننوا، شو بدك أكتر؟ خليه مثل ما هو، ما هيك ما ناس؟ كونال صراحة أنا كنت عم فكر جدياً أنه ما بقى أكتب هالقصص الحزينة والدرامية هي، لأنه الحالة الكئيبة بتأثر على نفسية الكاتب. بس أنا شو بقدر أعمل؟ الوحدة دائماً بتلاقي طريقة لحتى تظهر بالكتابة. كيف بقدر نسي قلبي خليله؟ كيف فيي أنسى حبي لعيوني؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.